محمد رمضان الحقيقة، لأنه تصريحه امبارح قلب الدنيا عندنا بخصوص علي معلول، وأحب أوضح كلمتين هامتين. الأول، إذا كانت زوجة النجم الكبير علي معلول كتبت كلمتين وماله، ما هو من حقها، وعلي معلول ليه حق كبير وكتير علينا، ده ياما قدم وياما صنع وياما سجل وياما وياما وحاجات كتير ياما، لو ناوي تقولها يعني. فاللي قاله رمضان او كابتن رمضان بالظبط، قال ان هناك اتفاق مع علي معلول انه هذا الموسم يكون الاخير بالنسبه لعلي معلول طبقا لحالته. انه علي، وقال لك انه النادي الاهلي في حاجات يا جماعه بين السطور الناس ما بتاخدش بالها منها. قال لك انه النادي الاهلي قال رغم اصابه علي معلول موجود معانا بعقده، موجود معانا، موجود معانا، مكمل معانا هذا الموسم. قال هذا اتفاق بيني وبين علي معلول، وقال ادوني اسبوع يعني لما ارجع اشوف نفس الدنيا شكلها عامله ازاي. فقلت له طب كابتن محمد رمضان لو علي معلول بقى كويس؟ قال لي طبعا طبقا لحالته. فالحقيقه الكلام كان واضح، بس يمكن لانه الكابتن رمضان بيبقى يعني ستريت كده شويه في الكلام، فبيقول لك الراجل معانا السنه دي، مكمل السنه دي وطبقا لحالته. الاهلي يعني عنده يعني مثلا عمرو السوليه تلاقيه بيجدد سنه بسنه، انه علي مثلا ان شاء الله في يناير ربنا يا رب يديله الصحه ويكمل لسن 40 و45 سنه في الملاعب، فبيتم 35 سنه في شهر يناير. هنا الاهلي بيبدا يجدد موسم بموسم. لكن لحد قال الاهلي بيستغنى عن علي معلول، ولا حد قال علي معلول مش هيكمل في النادي الاهلي اطلاق خالص على الاطلاق. ده هم منتظرين على احر من الجمر عوده علي معلول، والدليل انه النادي الاهلي حاول انه يديله الجنسيه المصريه، ولو كان ده حصل ما كانش بقى فيه ادنى مشكله، الموضوع محسوم يعني منتهي. فان شاء الله علي يرجع بالسلامه، ان شاء الله علي يحط رجله بالسلامه في الملعب، ان شاء الله علي يثبت انه سليم. هتلاقيه موجود بيلعب باك ليفت وبيلعب وينج ليفت وبيلعب هاف ليفت وبيلعب كل حاجه في الدنيا. ده علي معلول ايقونه الكره الاهلاويه، معشوق الجماهير الاهلاويه، محبوب الجماهير الاهلاويه. ده علي معلول اللي الكل عارف ايه اللي اداه وايه اللي اعطاه وايه اللي عمله للنادي الاهلي. وبالتالي على البعض الا يجتهد. وللفاضله زوجه علي معلول بقول لحضرتك، علي معلول في قلوب الجميع، مجلس اداره النادي الاهلي، الجهاز الفني للنادي الاهلي، لاعبي النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي، اعلامي النادي الاهلي، كل ما يمت للنادي الاهلي بصله، هو عاشق لعلي معلول، هو يهيم شوقا، يهيم عشقا، يهيم حبا في علي معلول. ناقص اغنيها لكم والله العظيم ثلاثه يا جمهورنا العزيز، اهيم شوقا زي ما قال محمد الحلو في اغنيته الجميله يعني. فالشوق الشوق والحب الحب والعشق العشق والعطاء العطاء والانتماء الانتماء طبعا من علي معلول للنادي الاهلي ومن كل من ينتمي للنادي الاهلي لعلي معلول. والله يخليكم يا اللي بتصطادوا في الميه العكره، ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد. احنا مع بعضنا، احنا نحب بعض، احنا نخاف على بعض. ليه؟ لان احنا فاهمين النادي الاهلي يعني ايه، وعارفين قيمه النادي الاهلي ايه، وعارفين مصلحه النادي الاهلي ايه، وعارفين من هو علي معلول بالنسبه للنادي الاهلي. انت بتتكلم في 290 مباراه، في 132 مساهمه تهديفيه، في 53 اهداف، في 79 تمريره 79 تمريره حاسمه، في 3 اهداف ذاتيه صنعها علي معلول، في 35 في الدوري مع صناعه 40 هدف، في 11 بطوله هدف في البطولات الافريقيه مع صناعه 28 هدف، مع هدفين في كاس مصر وست اهداف صنع في كاس مصر، مع كاس السوبر مسجل، مع كاس مصر مسجل، مع كاس السوبر تاني صانع، مع كاس الانديه مسجل يعني هو مسجل 3 اهداف في كاس العالم للانديه في وقت الناس مش عارفه تطلع المطار عشان تحجز انها تسافر لكاس العالم للانديه، مسجل 3 وصانع 3، وفي البطوله العربيه مسجل هدف. في 21 بطوله، 6 دوري و4 كاس و5 سوبر و4 دوري ابطال افريقيا و2 سوبر افريقي و3 برونزيات كاس عالم.
ده علي معلول، فما يبقاش في القلب. لا، معلول في القلب، في القلب والعين والنني. اما الشياطين فابعدوا. الناس اللي عايزه تصطاد في المال عكره ابعدوا. الناس اللي عايزه تدور على اي حاجه ابعدوا. زوجه علي معلول على راسنا من فوق، وكلامها مقدر، وكلامها يعتبر ويحترم، وكل شيء جميل، وهي زوجه وبتتكلم بحب عن زوجها، ومن حقها تماما انها تعاتب. والعتب على قد ايه؟ على قد المحبه. العتب على قد ايه؟ على قد العشم. دي امثلتنا المصريه الحلوه. اما بقى كل من هو مغرض وكل من هو خارج النص، فما اعتقدش يعني انه هيبقى له مكان وجود عندنا. هذه رساله لجماهير النادي الاهلي. قد تكون مداخله الكابتن محمد رمضان فهمت بطريق الخطا بالامس، لكنه ارجع واكد مره تانية انه الراجل قال لك علي مكمل معانا السنه دي، ان شاء الله يرجع بالسلامه وحالته تكون جيده، ولو كده ان شاء الله علي معلول يكمل مع النادي الاهلي. انتهى الامر مع نهايه الموسم وعلي قال كفايه، شكرا جزيلا، مستوى جميل يكمل سنه واثنين وثلاثه واربعه. ادي الامر بمنتهى البساطه يعني.